برضه في العربي انا برايي ان هناك ادوات عربيه قادره على طبعا. زي ايه هي الادوات العربيه؟ كل الوضع الاقتصادي الان، الوضع الاقتصادي العربي اقوى تاثيرا فين من دوله الوضع الاقتصادي العربي فين هذا وفين اما هو اقوى من التاثير تعرف انت السعوديه لحالها عندها استثمارات بامريكا، التبادل الاستثماري بين 800 مليار دولار لحاله هذا ممكن بلد زي السعوديه او بلد زي الامارات كل الدول العربيه لو ما يعملوا ايه المطلوب منهم المفروض يعملوا ايه عندهم يستخدموا المال يستخدموا المال او يلو او اللي حضرتك عايز تقوله عشان مين عشان يتعاونوا مع مين بعد كده لا يتعاون لا عشان يأثروا على القرار وبعد ما يأثروا على الولايات المتحدة لما يجوا يتفقوا مع الجانب الفلسطيني هيتفقوا مع مين؟ اترك الجانب الفلسطيني مش عشاننا عشان ما حد يحملنا جميلة عشانهم عشان تحترمهم أمريكا هي أمريكا الآن تمتاز قاعدة أنت هذيك اليوم عملوا مسودة اتفاقية دفاع مشترك بين العربية السعودية والأمريكا طلع سوليفان مستشار الأمن القومي قال لا لم تكتمل ليش الا تطبع السعوديه مع امريكا ليه في بعض الدول العربيه ما بتاخدش اي موقف ليه طب هذا الكلام انا لما اسمعه شو موقف لازم يكون مش امسك السرماي واضربه واضرب امريكا انت محتاجني مش انا محتاجك هي السعوديه محتاجه بامريكا بايش عمليا لم يعد هناك الخوف التهديد الكاذب اللي كان الان روسيا والصين لديهم قوه عسكريه قادره على الردع المشكلة انه احنا ما عارفين نعمل الجسر صح بدأنا نعمله ثم ارتبكنا العلاقة بين روسيا والسعودية في اوبيك بلس اربكت امريكا طب كمل الطريق اعمل علاقة امنية مع روسيا ما هي روسيا عندها قوة عسكرية الان واسلحة استراتيجية بينت في العملية العسكرية هي تحدي بتشتغل في اوكرانينا رايح جاي كل حلف هي مشغولة في حربها يعني لا مين قال لك هي بتتسلى يعني. قاعدة هي قاعدة حزب الناتو الان يعيش احد اسوأ ايامه من العملية الروسية من فبراير 22 لليوم امريكا ده كثير تتخيل لو حصل موقف عربي من الدول كلها لو حصل وارد طبعا لا مش وارد لو ربنا عايز لو ربنا اراد لو حصل معجزه لو حصل معجزه لازم يبقى في والدول العربيه اخذت موقف من الولايات المتحده الامريكيه إسرائيل واخذت موقف من اسرائيل ايه اللي ممكن يحصل تعرف شو اللي بيصير مش فقط 67 قد نطبق قرار التخصيم تبعت 47 قرار التخصيم 47 اللي قسم فلسطين بين دولتين مين الدول اللي عايزه تاخذ موقف غير السعوديه اللي عندهم قوه اقتصاديه وإذا بدك كل الدول كل دولة متأثر أنت لما يطلع موقف جماعي عربي إيه رأيك في 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 دولة قطر؟ بتشوفها إزاي؟ قاعدة أمريكية مش أنا أشوفها أنا لسه قبل كم يوم كاتب مقال بوضوح خلص دورها الآن أدت المهمة بنجاح قسمت خلقت الانقسام رعته من 2007 ل 2024 يعطيها العافية خلوا للأمريكان خلاص أنت الآن دورك انتهى أما هي قاعدة أمريكية ليه طبعا. بتستضيف عندها الجناح السياسي لحماس طبعا امريكا هذا هم اللي حكوا حماس قالت ان امريكا طلبت منهم نقعد عندهم ليه طلبت؟ عشان تعمل انقسام في تاثير لا عشان الانقسام الانقسام طلب امريكي